صباح الخير للجميع. أيها الأحباء، باسمكم جميعا نحيي أولا إخوتنا المسيحيين في العالم الذين يبدأون اليوم زمن الصوم لهذا العام، ونشد على أيدي بطاركة الشرق الذين دعوا أن يكون أو يخصص صوم هذا العام للصلاة من أجل العدالة والسلام. كنا قبل أيام في الأزهر الشريف، حيث تشرفت بأن أكون عضوا في الوفد الفاتيكاني المحاور مع إخوتنا في الأزهر الشريف حول مواجهة معا لظواهر التعصب والتطرف والعنف. وأقتبس من الكاردينال جان لوي تورون قوله قبل أسبوع في الأزهر الشريف: في مواصلتنا لدرب الحوار فإننا نقدم هدية للإنسانية، أما في تجميد الحوار وتوقيفه فإننا نقدم هدية لمحبي العنف والإرهاب. أيها الأحباء، قبل 52 عام صدرت في الفاتيكان وثيقة شكلت ثورة وثروة، وهي نوسترا إيتاته، أو في عصرنا، التي فتحت الأبواب واسعة لتعاون الكنيسة مع الأديان والتقاليد الدينية الأخرى. وبعد أكثر من نصف قرن نجد صورة البابا يوحنا بولس الثاني الذي احتفلنا قبل أيام بذكرى زيارته للأزهر الشريف ومقابلته للشيخ الراحل الطنطاوي، حيث قال قداسة البابا: إن الإيمان الديني يلهم السلام ويشجع التضامن وينمي العدالة ويدعم الحرية. وقال في زيارته للأردن في آذار عام 2000: إن الكنيسة الكاثوليكية دون أن تنسى أن رسالتها الأساسية هي رسالة روحية، إلا أنها مستعدة لأن تضع يدها للتعاون مع الدول ومع جميع الناس من ذوي الإرادة الحسنة لكي تدعم وتنمي الكرامة الإنسانية. في كتاب صدر من الفاتيكان قبل 10 أعوام، هنالك 82 مداخلة في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني لحوار الأديان، 66 مداخلة للبابا بولس السادس، 1259 مداخلة للبابا يوحنا بولس الثاني، 223 مداخلة لدوائر الفاتيكان المتعددة، 39 نص في القوانين الكنسية، 11 وثيقة للجنة اللاهوتية العالمية. في عام 1986 من أجمل المبادرات يوم الصلاة في السيزي، حيث دعا البابا يوحنا بولس الثاني إلى لقاء فريد من نوعه ضم رؤساء وممثلي الأديان الكبرى في العالم، وقد شارك بطاركة الشرق في ذلك اللقاء، وكان البابا الراحل يفتش عن ساعة صلاة نابعة من قلوب كل المؤمنين بالله تعالى لإحلال السلام العادل والشامل. البابا يوحنا بولس الثاني أيضا وجه الحوار الناصع بعد أحداث أيلول 2001، تجرأ ودعا إلى المسامحة بالرغم من الجراح، ذلك أن أولا لا سلام بدون عدالة، وثانيا لا عدالة بدون حقيقة، وثالثا لا حقيقة بدون مسامحة. أما البابا بنديكتوس السادس عشر فقد دعا إلى سينودس مجمع عام للكنيسة لتدارس أوضاع المسيحيين في الشرق، وقال: إن الحرية الدينية هي تاج الحريات كلها. وكذلك قال: إن الشرق الأوسط بدون مسيحيين أو فقط بعدد قليل منهم ليس الشرق الأوسط، وذلك ليس دفاعا عن المسيحيين فحسب، بل دفاعا عن التعددية وعن التنوع وعن المواطنة وعن التعاون. أما البابا فرانسيس فيمكن تلخيص حبريته
بالأهداف التالية لحوار الأديان. أولاً، تضامن أتباع الأديان من أجل خدمة الفقراء والمرضى والمحتاجين واللاجئين، وهو الذي قال في أول كلمة له: أريدها كنيسة فقيرة في خدمة الفقراء. ثانياً، تضامن في سبيل إشاعة الأمن والاستقرار والإسهام المشترك من قبل القادة الدينيين للوقوف في وجه الإرهاب. وهنا نؤكد على ما يقوله قداسة البابا فرانسيس بأن الإرهاب ليس إسلامياً، وأن الإسلام ليس إرهاباً، فالإرهاب لا دين له. قال قداسة البابا: أعتقد أنه ليس من الصواب واسم الإسلام بالعنف، ليس صحيحا أو حقيقيا القول أن الإسلام هو الإرهاب. لا أعتقد أن من الصواب الربط بين الإسلام والعنف. انتهى الاقتباس. وهنالك أيضا زيارة قام بها، زيارة تاريخية قام بها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أيار 2016، حيث تم التأكيد بعد لقائه المشترك مع البابا فرانسيس على الالتزام المشترك من ذوي السلطة والمؤمنين من الديانات الكبرى من أجل السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب. إن البابا فرانسيس لم يدن فقط الإساءات المرتكبة ضد المسيحيين الذين يسقطون من أجل إيمانهم في العراق وسوريا، ومؤخراً مع كل أسف في مصر الشقيقة. وهنا نستشهد ما قاله مؤخراً عن مسلمي الروهينجا في ميانمار في 8/2/2017، حيث قال: يعانون منذ سنوات وعذبوا وقتلوا ببساطة لأنهم يريدون ممارسة ثقافتهم ومعتقداتهم الإسلامية. إن الإرهاب مدان ضد المسيحيين كما ضد المسلمين. أيها الأحباء، أما الأردن فيشكل واحة حوار للأديان على مدار أكثر من نصف قرن، فقد زاره 4 بابوات، وصدر للعالم رسالة عمان ورسالة كلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان ومؤتمر التحديات التي تواجه العرب المسيحيين، واستضاف المهجرين من الموصل وسائر مدن وقرى نينوى، ولديه مؤسسات حوارية تعمل بتناغم وانسجام مع وزارة الأوقاف وكل المؤسسات الرسمية في بلدنا الحبيب. اسمح لنا أن نحيي روح الكاهن كريستيان فان نسبن اليسوعي الذي أمضى سنوات طويلة في مصر الشقيقة وكان يعتبرها بلدا حقيقيا له. لقد دعا إلى العيش المشترك وأفنى سنوات عمره في ربط الصداقات الكبيرة بين مسلمي هذا البلد ومسيحييه، وهو صاحب المقولة الشهيرة التي اتخذها بطاركة الشرق عنواناً لرسالتهم عام 1993: المسلمون والمسيحيون معاً أمام الله في سبيل الإنسان. ونختم كذلك مع البابا فرانسيس في ساحة مسجد الأقصى المبارك حين قال: لننبذ العنف ولا نستخدم اسم الله أو الدين أبداً في أي عنف باسم الله أو باسم الدين. أيها الأحباء، بالرغم من إراقة الدماء التي تواجهها منطقتنا العربية، إلا أننا مؤهلون لإنشاء ربيع عربي إسلامي مشترك. وإذا كنا نتحدث عن مبادرات مسيحية من جهة أو مبادرات مسلمة من جهة أخرى، دعونا نتحدث عن مبادرات مشتركة، ودائما مجداً لله وخدمة للإنسان والإنسانية.
ولدينا في هذا الزمن الربيع الجديد للعلاقات الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد وسخاء وتفاني، فلنضع أيدينا معهم ولنقل: أيها الرب، اجمع شمل المؤمنين بك، وحد كلمتهم، وحد صفهم، حتى لو كانوا متنوعين لكنهم متحدون. شكرا لجهود البابا فرانسيس والبابا تواضروس، شكرا لجهود بطاركة الشرق، شكرا لجهود كل رؤساء الكنائس مع إخوتهم الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر المؤهل لإنشاء علاقات مسيحية إسلامية واسعة النطاق، شكرا لجهود الملك عبد الله الثاني، شكرا لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن معهم ومع كل شعوب المنطقة نصبو إلى ربيع جديد من العلاقات الإسلامية المسيحية المميزة، والسلام عليكم.